أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بالعزم بنينا. الظروف والأحداث الطارئة والمفاجئة ممكن تصير بأي لحظة، وهاي الأحداث والأزمات بتتنوع بين حدث مفاجئ أو كارثة طبيعية أو حتى أزمات من صنع الإنسان. الدول المتقدمة والمتطورة بمؤسساتها وإدارتها بتحمي شعبها وبنيتها التحتية، وبتكون مستعدة لأي ظرف طارئ ممكن يفاجئها مهما كان. وعشان هيك كانت الرؤية الملكية الاستشرافية لإنشاء المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في العاصمة عمان. خلينا نروح نتعرف عليه سوا أكثر. بال2005 تم توجيه رسالة ملكية سامية لدولة رئيس الوزراء في حينه لإنشاء مركز وطني للأمن وإدارة الأزمات، وتم تكليف صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين ليشرف على إنشائه. بال2013 أنجز البناء ليكون مركز مجهز بأحدث التقنيات والتجهيزات ضمن المعايير العالمية وقادر على إدارة الأزمات والكوارث بمختلف أنواعها. وبال2015 صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. رؤيتنا هي الوصول إلى بيئة وطنية آمنة مرنة منيعة وقادرة على الصمود، وهذه رؤية ليست سهلة، تحتاج إلى جهد كبير للوصول إليها، وتم ذلك وإن شاء الله سيتم أيضا مستقبلا من خلال الرسالة التي تتحدث عن إدارة مخاطر الكوارث بكفاءة عالية من خلال تنسيق كافة الجهود وحشد الإمكانيات وتضيفها في الزمان والمكان المناسبين للوصول إلى بيئة وطنية آمنة ومستقرة. ولدور الحساس والمحوري في حفظ الاستقرار في الأردن، كان لابد أنه مجلس إدارة يكون فيه كبار مسؤولي الدولة. لذلك يتكون مجلس إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من دولة رئيس الوزراء رئيساً، سمو رئيس المركز، معالي وزير الداخلية، معالي وزير الاتصال الحكومي، عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعطوفة مدير الأمن العام، وعطوفة مدير المخابرات العامة. هم بقيموا الحدث، وبناء على تقرير بقدم لهم بقرروا كيف يتعاملوا معه. هذا المركز يتابع كل ما يؤثر على الأمن الوطني بشكل يومي ساعة بساعة. نتابع بدقة ما يخص الأمن الغذائي، ما يخص الأمن المائي، ما يخص أمن الطاقة، الأمن المجتمعي، الاضطرابات الاجتماعية. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات برضه بيراقب كميات المياه المتوفرة في الأردن ووضع الطاقة اللازمة لتشغيل كل شيء لازم يكون شغال، ومقدار المشتقات النفطية المتوفرة سواء ما يلزم الآن أو احتياطا، وكم يوم بتكفي المملكة والوضع الغذائي كمان، وتغطيته لحاجة المواطن سواء كان توفير الغذاء للمواطنين من داخل الأردن أو من خارجه. يعني الأزمة مش بالضروري مصدرها من داخل المملكة بس، لكن برضه من الخارج كمان. زي الوضع الصحي مثلاً، مش بس في الأردن لكن برضه في الإقليم وربما في العالم، حتى تتم وضع حلول ومعالجتها قبل الوصول للمملكة. إحنا بالأردن مرينا بمجموعة من الظروف الطارئة اللي كان لازم نتعامل معها بثبات وتمكن. يمكن كثير منا ما بيعرف دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في التعامل مع هاي الظروف، لكن الواقع هو أنه كان له دور كبير في السيطرة على الوضع في الأردن والمحافظة على الاستقرار. ربما نشير إلى بعض العمليات الأمنية اللي حدثت في البلد، قد نشير إلى حادثة البحر الميت، نشير أيضا إلى بعض الحوادث المتعلقة بالمواد الخطرة، نشير إلى انهيار بعض المباني ووجود بعض الخسائر، بالإضافة إلى انقطاع الشامل للتيار الكهربائي اللي حدث قبل حوالي سنتين ونصف. أيضا لا أستطيع نسيان فكرة إجلاء مواطنينا من الدول اللي تقع فيها بعض النزاعات، مواطنينا في أوكرانيا، مواطنينا في السودان، حتى موجودين في غزة حاليا. يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجلاء مواطنين والتأكد من وصولهم إلى أرض المملكة بسلام. المركز كان له دور أساس في كل هاي القضايا، وأدى دوره من خلال تجميع كل الجهات المتعلقة بالأزمة ليقوموا بأداء واجبهم. وأكيد ما بننسى أبداً اللي صار خلال أزمة الكورونا أو الكوفيد-19 العالمية اللي استمرت لسنتين على الأقل،
واللي كنا من راقب رسائل الهاتف الخلوي منتظرين التعليمات الخاصة بالوضع. بالتأكيد كان هناك أدوار لكافة مؤسسات الدولة تم قيادة الأزمة بشكل مثالي بكل أمانة. هذا لا يعني هناك لا يوجد دروس مستفادة وأخطاء، بل كان هناك الكثير من الدروس المستفادة اللي قام المركز بجمعها والعمل على الاستفادة منها لأي جوائح مستقبلا لا قدر الله. معيار نجاح أو فشل جهود إدارة أزمة جائحة الكورونا هو عدد الوفيات نسبة إلى عدد الإصابات. في الأردن كانت نسبة الوفيات رحمهم الله 8 من كل 1000 مصاب، في الوقت اللي كان فيه المعدل الدولي 11 وفاة من كل 1000 إصابة. هذا معناه أن هناك إدارة حكيمة لهذا الملف، وإن كنا إحنا في إقليم لا يستطيع الإغلاق لفترات طويلة، ربما هاي كانت أحد المشاكل اللي لم تستطع أو لم تساعدنا على التخفيف من عدد الوفيات إلى أكثر من ذلك. لكن من أفضل الدول اللي تعاملت مع أزمة الكوفيد 19 كانت المملكة العربية الهاشمية بشهادة منظمات دولية بالإضافة لمنظمة الصحة العالمية. طيب أساساً شو هي الأزمة؟ شو تعريفها؟ ومتى بيلزم على الدولة اتخاذ قرارات قد تكون صعبة في بعض الأحيان؟ الأزمة ليست أي حادث أو حدث. الأزمة حسب تعريف المركز هي عبارة عن موقف مفاجئ أو موقف طارئ في ظرف ما يؤثر على الأمن الوطني، يتصاعد في عملية المفاجأة، قد يسبب خرق لأمننا الوطني ويحتاج إلى ربما جهد محلي، وقد يحتاج إلى جهد إقليمي ودولي. ومن هنا يأتي دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من خلال تعاونه البيني مع بقية مؤسسات الدولة، تعامله أيضا وتعاونه مع مراكز الأزمات في العالم. هذا يسهل عملية اتخاذ القرار وتنفيذه. يجب أن يكون القرار راشدا وأيضا قابلا للتنفيذ، لا نقوم باتخاذ قرارات فضائية، بل يجب أن يكون القرار في ضمن إمكانياتنا وقدراتنا. حتى يكون في أسلوب علمي واضح لتحديد ما إن كانت طارئ أزمة أم لا، تم الاتفاق على مؤشرات محددة بناء عليها بتم اتخاذ القرار الأنسب. هذه المؤشرات لها أوزان وهناك حسبة رياضية ربما لا داعي لذكرها، لكن قام المركز بإنشاء نظام اسمه نظام ريماس. هذا النظام يعنى بمتابعة كافة المخاطر التي قد تكون قريبة الحدوث. يتم ذلك من خلال مؤشرات لكل مخطر. هذه المؤشرات توزن بشكل معين ومن ثم تأخذ أولوية معينة. بناء على هذا النظام بيحدد المركز إذا كان في هناك مخاطر متعلقة بالمياه مثلا واللي بتحتاج لمعالجة خاصة بالصيف. في كمان مؤشرات للفقر وللبطالة ومعدل الجريمة وغيرها، وكل هاي المؤشرات بصير في وراها تحليل عميق. نعمل على مستوى اللواء ومستوى المحافظة. عندما ترى أنه لواء في جريمة مرتفعة يجب أن تجد الأسباب، وبالتالي توصي الجهات المعنية لتلافي هذه الأسباب، لأنه لا يمكن الوصول إلى توصية أو قرار بدون الدخول في تحليل دقيق للحدث، بحيث تكون التوصية أو حتى القرار مبني على حقائق دقيقة، وبالتالي يصبح القرار أكثر رشدا وأكثر واقعية. للتعامل مع أي أزمة بشكل عام في ثلاث مراحل أساسية: التنبؤ المبكر، ثم الاستجابة والتعامل معها، ثم التعافي وانتهائها. فيما يتعلق بالمرحلة الأولى، يقوم هذا المركز بالتنبؤ بما يحدث من أزمات. ذلك أن أهم واجبات هذا المركز هو مراقبة الواقع الإقليمي حول الأردن، وبالتالي التنبؤ بأي شيء قد يحدث مستقبلا. وعلى ذلك تقوم المركز بتقديم التوصيات اللازمة لكافة الجهات حقيقة للتعامل مع هذه الأزمات قبل وقوعها لا قدر الله. لكن إن وقعت يأتي دور المركز الأساسي اللي يمكن الناس بيشوفوه بشكل مستمر، وهو مرحلة الاستجابة. هذه المرحلة يقوم المركز بالاستجابة الفورية من خلال قيادة الأزمة، من خلال إدارتها، من خلال العمل مع كافة الجهات المعنية للتخفيف من آثار الأزمة إن وقعت لا قدر الله. بعد مرحلة الاستجابة نأتي إلى مرحلة التعافي، وهي الخلاص من كل تداعيات هذه الأزمة، بحيث تعود الحياة الطبيعية للمجتمع وللناس، ونتعلم الدروس الحقيقة من كل شيء اللي بمر معنا. وهذه الدروس تأتي لتصحيح المسار بحيث لا نعود إلى نفس المربع مرة أخرى. وطبعاً زي أي مهمة لازم يكون في قائد واحد يوجه الجهود كلها للتعامل مع الأزمة، واللي بعينه مجلس إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. قد يكون وزيراً، قد يكون محافظاً، قد يكون أي طرف قادر على إدارة
الأزمة، وفي هذه الحالة توضع كافة إمكانيات الدولة تحت تصرفه في ضمن إطار قانوني وبما يتناسب مع نظام المركز. يساعد قائد الأزمة مدير العمليات في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وهذه تعليمات ثابتة. ذلك أن المركز لديه ما يكفي وما يحتاج قائد الأزمة من البيانات والمعلومات والاتصالات والمسوغات القانونية لقيامه بإدارة الأزمة، ووضع كافة البدائل والخيارات والأعمال الممكنة أمام قائد الأزمة ليقوم باتخاذ القرار. دولياً المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات برضه بتعامل مع العالم في إطار ما يسمى بإطار اتفاقية سنداي. هذا الإطار يتحدث عن أساليب إدارة الأزمات، أساليب الإنذار المبكر، أساليب الاستعداد والوقاية، وبالتالي نلتزم تماما بما صدر عن إطار سنداي وننفذ هذا الإطار، ونحن أصلا شركاء في إعداد هذا الإطار بالتعاون مع برامج الأمم المتحدة المتعددة التي تتحدث عن إدارة الأزمات والكوارث. أما إقليمياً، المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بيعمل في إطار الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث اللي صدرت عن الجامعة العربية. ومحلياً في استراتيجية كاملة بتمتد من عام 2002 لل 2030 دشنها دولة رئيس الوزراء في شهر 10 بال 2023. هاي الاستراتيجية أعدها المركز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعروف بالـ UNDP اللي بيتحدث عن رؤية المركز وين رح يوصل وكيف رح يوصل. هاي الاستراتيجية بتحدد كيف بتم رصد ما يمكن أن يقع من مخاطر في المملكة، بالإضافة لوضع خطط لكافة هاي المخاطر مع مؤشراتها ومراحلها حتى يكون التعامل مع المخاطر واقعي. قام المركز بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، خاصة وزارة خارجية، الهيئة الخيرية الهاشمية، بالإضافة طبعا للقوات المسلحة الأردنية سلاح الجو، بإرسال مساعدات طبية وغذائية للمغرب، سوريا، تركيا وحاليا غزة. وجميعكم يدرك تماما ما تقوم به القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بالتعاون مع كافة المؤسسات من الإنزالات الأخيرة التي تخفف من معاناة الأشقاء في غزة. وحتى يتمكن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من القيام بدوره بكفاءة وفاعلية، تم تزويده بكل ما يحتاج من إمكانيات بتمكنه من إدارة أكثر من أزمة في آن واحد بدون ما يأثر ذلك على عمله الروتيني. كانت الرؤية الملكية السامية من البداية أن يتم تجهيز هذا المركز على أعلى مستوى بحيث تستطيع أن تطبق مفهوم الأمة بمواجهة الأزمة، بمعنى أن نستطيع من خلال هذا المكان نحشد كافة إمكانياتنا وين ما كانت وبأي طريقة كانت، وبالتالي كان لابد من تجهيزه بكافة الوسائل ابتداء من الاتصالات، فلدينا كافة أنواع الاتصالات التي قد تخطر ببالكم والتي قد لا تخطر، بالإضافة إلى أن المبنى نفسه محصن ويستطيع تحمل أعلى درجات الزلازل، يستطيع تحمل أي ضربات نووية أو جرثومية أو كيماوية. المركز فيه كم هائل من البيانات اللي بنسميه الداتابيس، اللي تحتوي بيانات المملكة الأردنية الهاشمية كاملة موجودة في هذا المكان، والأهم من ذلك هو تحديث هذه البيانات. في بعض البيانات تحدث ساعة بساعة، بعض البيانات تحدث يوم بيوم، وبعضها تحتاج إلى تحديث فقط بشكل شهري، وهذا مرتبط تماما بالمخاطر اللي نتحدث عنها، بمعنى حسب نوع المخطر. إذا كانت نسميها مخاطر الزاحفة اللي ما بتأثر بشكل مباشر، وهناك مخاطر مفاجئة يجب أن يتم تحديث بياناتها بشكل دوري وبشكل ساعة على الأقل، ساعة بساعة كل يوم. ينطبق هذا الكلام أيضا على إمكانياتنا، فبتعاوننا مع كافة الوزارات، وأعطيك وزارة الصحة مثالا، نستطيع من خلال هذا المكان أن نعرف قديش في عندنا طبيب مقيم الآن حاليا في أحد المستشفيات، أو كم سرير فارغ في مستشفى آخر، وهذا بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والقطاع الخاص. طبعا حتى يقوم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بأداء المهمة اللي هو وجد لإلها أصلا، لازم يكون كادره مؤهل وقادر ومستعد لأداء واجبه، عشان هيك في تأهيل وفي تدريب. يمر هؤلاء الموظفين بمراحل تدريب وتأهيل، تبدأ من ما نسميه الدورة التأسيسية لإدارة الأزمات، ومن ثم الدورة المتقدمة لإدارة الأزمات حسب مستوى الموظف وحسب ما يخطط له من مناصب لاحقة. أيضا هناك تأهيل في دورات للغات، هناك تأهيل للتعامل مع المخاطر اللي تحدثنا عنها، بمعنى هناك تأهيل الحديث عن الأمن الغذائي، هناك تأهيل الحديث عن الأمن السياحي، أمن الطاقة، أمن المياه، بحيث نستطيع أن نواكب ونجاري المختصين في هذا الإطار، لأنه بالنهاية مطلوب منا وضع خطط، ويجب أن تكون خططنا واقعية
ومستندة على واقع الحال الموجود. التدريب مش بس بيكون لكوادر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، التدريب برضه بيتم على المؤسسات العامة والخاصة، لأنه مواجهة الأزمات بحتاج الكل يتعاون مع بعض والكل يشد بإيد الآخرين. عشان هيك القطاع الخاص له دور كبير وفعال في دعم المركز وفي مواجهة الأزمات. هناك كيمياء ما بينه وبين القطاع الخاص، وما بدي أقول فاجأونا لكنهم كانوا إيجابيين جدا نظرا لدورهم الحيوي والأساسي الموجود في البلد. نضيف إلى ذلك متطوعين بالمناسبة، دورهم مهم وحساس وحيوي وضروري، وبالتعامل مع مؤسسة ولي العهد، وزارة الشباب، وزارة الثقافة، القوات المسلحة، الأمن العام، هناك دورات تدريبية للمتطوعين بحيث نستطيع الاستفادة من خدماتهم إذا ما احتجنا إلى ذلك. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات هو واحد من أهم الإنجازات الأردنية، واللي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. نلتقي فيكم بالحلقة القادمة بإذن الله من بالعزم بنينا، وبنشوفكم على خير. سلام.